تحت رعاية سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح، نظمت إدارة الصحة العامة حفل أسبوع التمنيع العالمي 2022، وذلك تحت شعار حياة طويلة للجميع. نعم، تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال بأسبوع التمنيع بهدف تسليط الضوء على أهمية العمل الجماعي اللازم لضمان حماية المجتمع من الأمراض التي يمكن تجنبها بالتطعيم. أكد سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن مملكة البحرين ملتزمة بالوقاية من الأمراض المعدية المستهدفة بالتطعيم من خلال العمل على تنفيذ استراتيجيات صحية وتطوير ومتابعة سير خطط العمل ومؤشرات البرامج المحلية وتقوية القدرة الوطنية في هذا المجال من خلال التكامل بين جميع مستويات الرعاية الصحية. من جانبها، أوضحت رئيس مجموعة التمنيع بإدارة الصحة العامة الدكتورة بسمة الصفار أن شعار أسبوع التمنيع العالمي يشير إلى دور اللقاحات في الحفاظ على الحياة، لافتة إلى أن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في مجال التوسع بخدمات التمنيع الثلاثينيات من القرن المنصرم. حرصت مملكة البحرين ومنذ القدم على توفير كافة السبل الوقائية لضمان صحة وسلامة المجتمع، حيث تضع صحة وسلامة كل فرد كأولوية. ومن هذا المنطلق تم توفير العديد من التداخلات الطبية ومن ضمنها اللقاحات المنقدة للأرواح، والتي أسهمت في خفض معدلات المرضى والوفيات الناجمة عن الأمراض المستهدفة بالتطعيم، وتوفيرها في مراكز صحية يسهل الوصول إليها موزعة جغرافيا في جميع المناطق الصحية. وشملت هذه اللقاحات مختلف الفئات العمرية، وهذا ما يتمثل في الاحتفال بأسبوع التمنيع، والذي يهدف إلى حشد وإدكاء الوعي وحشد الموارد وإدكاء الوعي بأهمية هاي التداخلات الطبية والصحية التي تسهم في سلامة الجميع. الاحتفال بتدشين فعاليات أسبوع التمنيع العالمي في مملكة البحرين، الذي تشارك فيه مملكة البحرين دول العالم للاحتفال بأهمية التمنيع وتسليط الضوء على أهمية خدمات اللقاحات التي تقدم لجميع المواطنين والمقيمين على أرض مملكة البحرين. طبعاً مملكة البحرين لها العديد من الإنجازات في مجال التمنيع، حيث بدأ إدخال اللقاحات منذ الثلاثينات والأربعينات من القرن المنصرم، وتوالى بعدها إدخال اللقاحات بحسب الأدلة والبراهين وتوصيات منظمة الصحة العالمية. وهناك أيضاً إنجازات في مجال التخلص من الأمراض المعدية، ومنها مرض الحصبة، حيث تم الإشهاد على تخلص مملكة البحرين من مرض الحصبة في عام 2019 بإشهاد من منظمة الصحة العالمية. اليوم وفي هذا الأسبوع شعار المنظمة هو حياة طويلة مديدة للجميع. اللقاحات تعطي فرصة للحياة، تنقذ أرواح الملايين من البشر دون تمييز.